الأخ فراس هو المتصل الأول، قال أن زوجتي تقسم بالمقدسات في كل شيء، أي شيء يعني تحصل تقول والعباس والحسين والكعبة والقرآن، فتقسم بالأمور المقدسة ولأبسط الأشياء، فما هو حكمها؟ شنو حكمها؟ عليها حال تستغفر الله، تستغفر الله، وليس عليها كفارة. ولكن يا أخ فراس قل لها أنها لا تتعلم على هالشغلة. القرآن الكريم يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تخلون الله بلسانكم والله والله والله. الله سبحانه وتعالى يقول على حال لا يصير القسم بشكل اللي استهانة تصير بيه، فالإنسان لابد أنه القسم إلى قدسية، القسم إلى على حال حدود شرعية، ولا يعلم نفسه على كل شيء يقسم. بس ما عليها كفارة، الأخت تستغفر الله.